طيب جاي في ايه وسافرت في ايه وما ريحتش حبه ليه يا كابتن ايمن؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازي حضرتك؟ غنتها لك المره اللي فاتت ما صدقتنيش. مش انا قلت لك؟ بتعصب مش انا قلت لك؟ قلت لك مش هتكمل ماتش ولا ماتشين، انا كان قلبي حاسس، قلت لي لا هكمل. ايه اللي حصل يا كابتن ايمن؟ والله يا كابتن، طبعا انا يعني انا لعبت ماتش المقصه، الفرقه اللي انا شفتها قبل الكورونا مش هي الفرقه اللي موجوده حاليا، الفرقه لا نفسيا تعبانين جدا، بنلعب مش حافز، مجرد مع اول هدف يدخل الفرقه بتفك كلها، اللعيبه فعلا في حاله انهيار تام يعني. كل اللي كانوا بيحاولوا يعملوه ان هم يبقوا موجودين معايا وموجودين في ظهري ويعملوا حاجه كويسه مع بعض، حتى لو مش لو هننزل كنا هننزل بشكل كويس بشكل محترم. انهاروا ها؟ انهاروا، رحت لقيتهم منهارين ها؟ منهارين جدا 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 يعني، بطريقه صعبه جدا، مفيش هنقدر نقدم حاجه مع بعض. ايوه الانهيار ده ايه؟ الانهيار ده نفسي ولا الانهيار ده بدني ولا الانهيار ده لا فني؟ لا 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 نتيجه كبيره جدا، هزيمه كبيره جدا من اسوان 4-0 يعني. وكانت ممكن تزيد يا كابتن، لا كانت ممكن تزيد عن كده، وموضوع نفسي، الموضوع نفسي، اللعيبه من كتر الانقاذات اللي تعرضوا لها الفتره الاخيره مع تغيير اجهزه فنيه كتير، اللعيبه وصلت لحاله نفسيه صعبه جدا يعني. قادرين ان هم يرجعوا لحالتهم الاولانيه، مش هم اللعيبه اللي قدوا معانا في الاول الموسم وقدرنا نعمل الدور الاول بشكل معقول. الست ماتشات دول اتفرقوا معاهم ها؟ اللي انت سبتهم فيهم. جدا يمكن انا هقول لحضرتك حاجه، انا بعد ماتش المقصه انا كنت خلاص قررت ان انا ماتش اسوان سواء في كل الاحوال كسبت خسرت تعادلت انا كنت ماشي، لان انا كنت فعلا لميت حد حكت في الشنطه ووديتها اسكندريه وكنت راجع العب الماتش نفسه في حبشي. ياه للدرجه دي. للدرجه دي واكتر كمان. ظروف صعبه بالنسبه للفريق دلوقتي، وظروف يعني بقاء طنطا في الدوري ده السؤال اللي انا بساله لك، يعني احتمالاته قد ايه؟ نسبه كام في الميه في ظل الظروف اللي انت شفتها بقى عن قرب؟ لا صعبه جدا يعني، هو حضرتك الامل كان ماتش اسوان. الامل كان ماتش اسوان. ماتش اسوان لو كان النتيجه كانت كويسه او فيها فوز كان الامور وصلت ل 20 بونت. عندك اف سي مصر الماتش الجاي كان ممكن برضو الفرقه تفوز فيه، كانت الامور لا وصلت ل 23، دخلت مع الحرس، دخلت مع وادي دجله، دخلت مع الفرق اللي فوق، كانت العمليه هتبقى قريبه وكانت الامور ممكن تتغير، لكن طبعا مع عدم وجود الحافز، مع عدم وجود الدوافع اللي لعبه تقدم حاجه وهتلاقي مقابل ليها، كل دي امور عجلت قوي انهيار الفرقه. وضع صعب جدا جدا، ربنا يا رب ربنا يا رب يسترها برضو على فرقه طنطا، واحده من الفرق اللي الواحد نفسه يشوفها في الدوري الممتاز باستمرار. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن، وبتمنى لحضرتك دايما التوفيق.